ماذا أفعل إذا دخلت مع جماعة وهم يصلون العشاء وأنا أنوي صلاة المغرب عندما يقومون للركعة الرابعة؟ الأحسن إنك تصلي المغرب أنت وحدك ولا تصليها خلف من يصلي العشاء لاختلاف الصلاتين، هذه رباعية وهذه ثلاثية مختلفة الصلاتان، فالأحسن إنك تصليها وحدك أو مع جماعة مثلك فاتتهم صلاة المغرب. لكن لو فعلت هذا وصليتها خلف من يصلي العشاء الصلاة صحيحة، ثم أنت إذا قاموا للرابعة فأنت بالخيار، إن شئت أتيت بالتشهد الأخير وسلمت لنفسك ونويت الانفراد، وإن شئت انتظرت جالسا حتى يسلم الإمام فتسلم معه. نعم.